السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. هنحل إن شاء الله كتاب جيم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول العام الدراسي 2021-2022 صفحة 22. السؤال الأول: We do the same thing every day when we are on holiday because my family like to have a هتبقى الإجابة number D routine. يبقى احنا بنحب نعمل كل الاشياء كل يوم لما بنكون في اجازة لان اسرتي بتحب انها يكون عندها روتين او نظام يومي. السؤال الثاني: Boys like to space computer games with their friends. هتبقى الاجابة number D play. يبقى الاولاد بيحبوا يلعبوا العاب الكمبيوتر مع اصدقائهم. السؤال الثالث: My father likes to read stories space the sofa in the evening. هتبقى on. يبقى انا ابي يحب ان يقرأ القصص على الكنبة في المساء. السؤال الرابع: We always space our mother to make our meals every day. هتبقى الإجابة number A help بمعنى يساعد. احنا دايما بنساعد امنا لتجهيز الوجبات كل يوم. السؤال الخامس: My older brother is very worried because he has a urban space for his new job. هتبقى interview الإجابة number A اللي هي بمعنى مقابلة شخصية. يبقى أنا أخويا الأكبر هو الآن لأنه عنده مقابلة لوظيفته الجديدة. السؤال السادس: I usually space my friends to have fun after I do my homework. يبقى تكست اللي هو بمعنى يرسل أو يراسل الأصدقاء. يبقى أنا عادة أراسل أصدقائي للتمتع أو للمرح بعد أن أقوم بعمل الواجب. السؤال السابع: I quite like playing football but I space playing basketball. هتبقى prefer. أنا إلى حد ما بحب ألعب كرة قدم ولكني أفضل لعب كرة السلة. السؤال الثامن: We go to the space when we want to buy bread. هتبقى بيكرز. إحنا بنروح للفرن لما نريد أن نشتري خبز. السؤال التاسع: نادر met his uncle space his way home. هتبقى الإجابة number B on. يبقى نادر بيقابل خاله أو قابل خاله أو عمه في طريقه إلى المنزل. السؤال العاشر: He went to the station to space the bus to his work. هتبقى تيك الإجابة number A. يبقى هو ذهب إلى المحطة ليأخذ الأوتوبيس إلى عمله أو ليستقل. السؤال الحادي عشر: Students should study hard space their dreams. يبقى الإجابة number D 4. يبقى الطلاب ينبغي عليهم أن يذاكروا بجدية لتحقيق أحلامهم. السؤال الثاني عشر: آسف، هي exams بمعنى امتحانات. يبقى الطلاب يجب أو ينبغي أن يذاكروا بجدية للامتحانات أو لامتحاناتهم. السؤال الثاني عشر: It's usual to have a friend who has the same space as you. هتبقى interests. يبقى من العادة أو من المعتاد إن أنت يبقى عندك صديق عنده نفس الاهتمامات. السؤال الأخير اللي هو السؤال الثالث عشر: I usually space lunch with my mom to learn how to cook well. يبقى الإجابة number B make. أنا عادة بجهز الغداء مع أمي لكي أتعلم الطبخ الجيد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.